وهكذا نجحت الخطة ودخل صوت أسمهان عالم السينما إلى جانب الأستاذ عبد الوهاب نجم الأفلام الغنائية، وتهافت عليها المنتجون لكي تظهر بصورتها في السينما. وفي هذه الفترة حقق الأستاذ فريد نجاحا كبيرا. مجلة الصباح أقامت استفتاء حول أصوات المطربين، حل الأستاذ عبد الوهاب في المركز الأول بالطبع، ولكن كان في المركز الثاني الأستاذ فريد الأطرش، وزاد عليه الطلب وسافر إلى باريس للتسجيل لصالح إذاعة لندن. واستغرب الفرنسيون هذا الملحن الذي يأتي من مصر وعمره في العشرينات للتسجيل لصالح إذاعة لندن، واضطر الأستاذ فريد للعزف على العود أمامهم عزفا أذهلهم وأقنعهم. أثناء تواجد أستاذ فريد في باريس قامت الحرب العالمية الثانية، وهكذا اضطر للبقاء هناك لأشهر طويلة. عندما عاد إلى مصر غنى في حفلة عامة من نظم صديقه يوسف بدروس يا مصري كنت في غربة وحيد، موثقا ما حدث معه كعادته في حياته. دار اللحن في منطقة الأصوات الحادة للتعبير عن صدق العاطفة في حنينه للعودة إلى مصر. يا مصر كنت في غربة وحيد، يا مصر كنت في غربة وحيد، ويوم ما جيت لك كان يوم عيد. يا مصر يا غالية علينا، اشتقت لك والليل فتان، اشتقت لك والليل فتان،
ومع أن اللحن كان على قالب الطأطؤة، فقد استعار الأستاذ فريد من قالب المونولوج الختام المعلق لكي يبقى اللحن على دورانه في منطقة الأصوات الحادة. يا مصر يا أم الدنيا يا بلادي يا غالية عليا، يا مصر يا أم الدنيا يا بلادي يا غالية عليا، رجعت لك أوهي بروحي، رجعت لك أوهي بروحي، وهدي فؤادي وعناي، رجعت لك أوهي بروحي، رجعت لك أوهي بروحي، وهدي فؤادي وعناي. ويوم ما جيت لك كان يوم عيد، يا مصر يا غالي علينا. ونجحت الحفلة نجاحا كبيرا، فقد أحس الجمهور بصدق عاطفة الأستاذ فريد. الأستاذ عبد الوهاب الذي كان قد قرر التوقف عن الحفلات منذ عام 1940 أحس بالخطر، وهكذا دفع إلى الواجهة بصوت جميل وجديد هو محمد أمين في لحن له نور العيون يشغلني، وأتبعها بيما ركبي التي غناها الأستاذ محمد أمين في فيلم ممنوع الحب عام 1942، ولكن هذا لم يؤثر على شعبية فريد الأطرش. يا مربي الدفع الديني، يا مربي الدفع الديني لحبيبي وروحي ونور عيني، يا ربي الدفع الديني لحبيبي وروحي ونور عيني. ايوه أهلي وأحبابي وحشوني، أهلي وأحبابي وحشوني، ويخوفي يكونوا هجروني، روحي وأشواقي سبوني على موج الدمع اللي في عيني، يا ربي هدي معديني يا حبيبي وروحي ونور عيني. مشيت اتمايل واتغني، مشيت اتمايل واتغني، اكمنك خالي ومتهان، ما تقدف اه يا الله وصلني على بر حبيبي وراسيني. وفيما بعد سيأتي سيل من المطربين لمزاحمة الأستاذ فريد الأطرش، لن يبقى منهم في عالم السينما إلا محمد فوزي وعبد الحليم حافظ. على كل حال، بدأت المشاورات لإنتاج الفيلم الجديد
انتصار الشباب من بطولة أسمهان وفريد الأطرش، وأصر المنتجون على تنويع الملحنين، وأصر فريد وأسمهان على أن يكون فريد هو الملحن الوحيد تماما كما الأستاذ عبد الوهاب. وهنا يأتي بالبال سؤال، هل كان الأستاذ فريد قد حقق مستوى من التلحين يبرر هذا الطلب؟ في الواقع يمكن أن نفحص هذا في عنصر محدد، طول الجملة اللحنية أو طول النفس التلحيني عند الملحن، فهذا معيار واضح. في الواقع بعض النقاد أشار إلى أن الأستاذ عبد الوهاب في قصيدة مضناك جفاه مرقده قدم أطول تسلسل لحني في 4 أبيات، منها عند يستهوي الورقة تأوه. لندقق مع الحاسوب. في الواقع عند يستهوي الورقة تأوه يتتابع اللحن على 2 بيت فقط، أي على 4 شطرات، أما 2 بيت التاليان فاللحن فيهما مكرر لمدخل القصيدة. لندقق الآن مع ضيفنا المطرب في هذا الأداء لهذه القصيدة. يستوي الورق تأوه ويذيب الصخر تنهض ويناجي النجم ويتعب ويقيم الليل ويقعد الحسن حلفت بيوسفي والصورة أنك مفرد وتمنى كل مقطعة يدها لو تبعث تشهد. وفي الواقع هناك موقع في القصيدة يمتد اللحن فيه على أكثر من ذلك. يدقق مع الحاسوب. عند جحدت عيناك زكية دمي يمتد اللحن على 2، ثم يبدأ اللحن في امتداد على 3 أبيات لجملة لحنية واحدة. يدقق أولا مع جحدت عيناك زكية دمي عبر الاستماع إلى ضيفنا المطرب. جحدت عيناك زكي دمي أكذلك خدك أحد قد عز شهودي إذ رأت فشرت لخدك أشهد. ونأتي الآن إلى جملة لحنية لا تكرار لأي مقطع فيها، بحيث أننا يمكن أن نسميها فقرة لحنية من جمل لحنية تتألف عند بيني في الحب وبينك. هنا تماما يمتد اللحن على 3 أبيات متصلة. بيني في الحب وبينك ما لا يقدر وش يفسد مكان العازل افتح لي باب السلول وأصده ويقول تكاد تكن به فقول وأوشك أعبد. في هذا اللحن الذي استمعنا إليه هناك تخافض في كل جملة لحنية بشكل متسلسل من درجة صوتية إلى الدرجة الأدنى إلى توقف اللحن. الآن الأستاذ فريد الأطرش قدم في مونولوج إمتى تعود يا حبيب الروح، قدم فيه التسلسل اللحنية ذاته، امتد على 6 شطرات وفيه تسلسل لحني متدرج بالتخافض تماما كما ورد في مضناك جفاه مرقده. يدقق مع الحاسوب. الجملة تبدأ هنا. جملة أولى. ثانية.
ثالثة. امتى تعود يا حبيب الروح بعد الأسية قلبك يصفالي ترجع لحبك وتواسح حالي كتر الدلال بعد الوصال يصعب علي. الأستاذ فريد الأطرش حتى نهاية الثلاثينات أي قبل فيلم انتصار الشباب كان قد اعتمد مبدأ أن يكون لكل بيت ملحن مقدمة موسيقية خاصة، إذن موضوع الامتداد اللحني لم يكن واردا كثيرا. ومع ذلك وفي عام 38 عندما قدم عليك صلاة الله وسلامه في هذه الأغنية فيها تتالي لحني يمتد على أربعة أبيات كاملة. في البيت الأول اللحن ينتهي في ذروة اللحنية عند الدرجة السادسة نسبة إلى الاستقرار، ثم عند البيت الثاني تصاعد إلى السابعة، وعند الثالث إلى الثامنة، ثم عودة إلى درجة الاستقرار في تصاعد برر طول الجملة اللحنية. ونتابع الآن ذلك على الحاسوب. اقتنع المنتجون بأن الأستاذ فريد قادر على تلحين أغاني الفيلم، وفعلا قدم الأستاذ فريد تنوعا غريبا، قدم الموال الشامي والأغنية الشامية والأغنية الشعبية والحوارية الشعبية، قدم التطريب وقدم التانجو، وقدم أيضا المونولوج الرومانسي الهادئ، ولكنه قدم لأول مرة أول أوبريت سينمائية غنائية في الغناء العربي وفي الفيلم العربي، هي أوبريت انتصار الشباب التي حملت لأول مرة شخصية جديدة في فن فريد الأطرش، شخصية الشيخ سيد درويش. هو ربيع الحياة والعيش يا محلى، صحيح اللي أدت وانت كمان حمر العدد شاهد وعايم يا غلبان، وأنت حب وتنزفك ده الحب مخلوق لشبان مش للعجوز البكات شبه كيف سيحقق الأستاذ فريد الأطرش التوازن بين كونه الملحن الوحيد للفيلم وتواجده كمطرب إلى جانب صوت أسمهان الساحر؟ ثم ما هو رد الأستاذ عبد الوهاب والسيدة أم كلثوم نجما الغناء في عالم السينما على هذا التصعيد الفني؟ هذا ما سنتابعه في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.